بقى الكابتن حسين سعيد، مرحبا بك كابتن، شرفتنا في برنامج بالتسعين. تحياتي لك أخ حميد، وتحياتي لضيفك الأخ فنان ثاني، وإلى كل المتابعين ومشاهدين قناة سامرة. بالبداية يجب أن نشكر كل من ساهم وبادر في تقديم العون والمساعدة للعراق والعراقيين الطيبين، لا سيما أوقات الشدة والأزمة اللي نعيشها حاليا كل العالم من خلال هذا الوباء العالمي اللي شل حركة الحياة في كل العالم، وانتشر وأصاب معظم مواطني العالم حسب تقارير منظمات الصحة العالمية. نعم كابتن، حقيقة مبادرتك الإنسانية الكبيرة اللي قمت بها بتوزيع المؤن والمواد الغذائية على عامة الشعب، حقيقة مبادرة يعني أفرحت الكل، أفرحت الجمهور الرياضي، أفرحت عامة الشعب. اليوم أنه اليوم نجومنا موجودين في هذه الأزمة اللي يمر بها البلد. أكيد هاي مساهمة بسيطة نقدمها لبلدنا ووطننا، خصوصا أنا خارج العراق يعني، لكن هناك كثير من الناس اللي خيرين واللي ساعدوني منهم، يعني لابد أن نذكرهم بالشكر والتقدير، الأخ المهندس عبد الرحيم بحر قاسم، والأخ حسين المنصوري، وعلي وهاب الزوبعي، وجميع الأخوان اللي كانوا برفقتهم لمعاونتهم. يعني احنا قدمنا 3 حملات تقريبا، حملة التعقيم والتعبير في بعض المناطق في بغداد وفي بابل، وحملة توزيع السلع الغذائية للناس الفقراء، تعرف أكون عوائل متعففة تعيش حياتها على قود حياتها اليومية، ومنع التجول يعني منعها من أن تحصل على قود حياتها. فردنا قد مساهمة بسيطة لهؤلاء العراقيين الطيبين الفقراء. أيضا موضوع المساعدة للجهات الأمنية والأطباء اللي كانوا سهرانين في الطرق والشوارع، حماية العالم وتطبيق القوانين الأمنية والشروط الصحية للمواطنين وحرصهم، أيضا يعني كم توزيع عليهم بعض المواد الغذائية هم في واجبهم. هاي كلها مساهمة بسيطة، لكن احنا مثل ما تفضلت جنابك يعني لا ننسى يجب على الدولة أن تأخذ مداها وأن تأخذ عملها أمام هاي الأزمة وهاي الشدة الكبيرة اللي يعاني بها بلدنا. أنت تعرف يعني من كنا إحنا بالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي كان قطاع الرياضة إلى مساهمة ومسؤولية مجتمعية، كانوا كل لجنة هي لجنة المسؤولية المجتمعية، واللي هي كانت إن تحدث كوارث طبيعية بالعالم، براكين، فيضانات، سيول، زلازل لا سمح الله، كانت تقدم يعني الرياضيين يقدمون كثير، هاي المنظمات الرياضية تقدم مساعدات للبشرية في هذا الجانب. احنا ايضا من خلالكم ندعو كل الرياضيين اللي شاركوا ممنونين، واللي الاخرين ممكن ان يساهمون. الاندية الرياضية ايضا قسم شاركت قسم لا تزال لم تشارك في هذه الحملة، الاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يجب أن تساهم أيضا، وزارة الشباب كجهة حكومية وداعمة يجب أن تساهم في هذه المحنة الكبيرة اللي يعيشها شعبنا. وهذه كلها مبادرات ممكن أن تخفف عن البشرية وعن عن عن شعبنا في هذا الظرف يعني الصعب. أيضا نشكر الإعلام ومن خلالكم وإعلامكم والإعلام الآخرين اللي طلقوا حملات لمساعدة الناس الفقراء، وأيضا لتوعية الشعب بالالتزام بالشروط الصحية، وأيضا الالتزام بالجوانب الأمنية. وندعو الجميع إن شاء الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء عن هذه الأمة البشرية ويزيل الغمة عن شعبنا. نعم كابتن، يعني أنت ذكرت المبادرات اللي كانت موجودة من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي، الآن معقولة يعني ما راح تكون هناك مساهمة من الاتحاد الدولي لدعم الرياضة مثلا في هذا البلد ضررت مثلا أو ضررت من جراء الفيروس اللي ضررت كل بلدان العالم، لكن الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي ما راح يكون له دور في هذا المجال؟
اكيد، لكن تعرف انت هذا الوضع عالمي كل الاصابع، لذلك نشوف احنا هناك كثير من نجوم العالم رونالدو وغيره ساهموا كمساهمات فرديه، وايضا هناك انديه ساهمت مساهمات ناديويه بمجتمعاتها، ايضا هناك وزاره الشباب ساهمت في دعم كثير من المبادرات، وايضا الاتحادات واللجنه الاولمبيه الكل يساهم من خلاله. اتحاد الدول اكيد يعني تعرف انت يمكن اكبر حدث حاليا تاجل ولغى هي الاولمبياد طوكيو. طوكيو صحيح. ايضا بطوله امم اوروبا تاجلت، هناك كثير من الدوريات والرياضه كلها توقفت بالوقت الحاضر، لانه المبدا الاساسي هي يعني بالرياضه هي السلامه والامن، لذلك يعني هاي العالم كله افتقدها خلال هذه الفتره، لذلك يجب ان تتوفر يعني المهم السلامه لشعبنا. اكيد هناك مساهمات لعصير من دول الاتحادات لتعويض، يعني تعرف انت اكو عقود واكو انديه واكو اتحادات واكو امور كثيره يعني موجوده، ارتباطات و تعاقدات قانونية يجب أن تكون حلول لهذه المشاكل، يعني لأن يعني المشكلة ليست فقط صحية، صارت مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، انشلت الحياة في كل دول العالم، وهناك خسائر كبيرة اقتصاديا كبد العالم، ومنها قطاع الرياضة كقطاع ومفصل مهم ومؤثر بالمجتمع في كل أنحاء العالم. نعم كابتن، حقيقة أنا ما أدري يعني نطلع شوية عن محور يعني هذا اللقاء، بدي أنه يعني أسألك عن هل هذه الفترة غياب اللاعبين أو ابتعاد اللاعبين عن التدريبات، هل أنه راح تأثر على صورة المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة حتى لو كانت بعيدة؟ أكيد، يعني هو الرياضي من يتوقف إذا توقف لشهر يراد لشهرين خاطر يعيد لياقته البدنية ويعيد وضعه الطبيعي، خصوصا اللياقة اللي مارس مباريات، لذلك شوف العالم كله حاليا دوريات العالم توقف وينتظرون تقارير منظمات الصحة العالمية وينتظرون تقارير الأزمة في كل بلد للشكلة، لكن يمكن حاليا أنا أشوف وأتابع بأنه كثير من الأندية وكثير من الرياضيين عندهم يتابعون حياتهم اليومية الرياضية مستمرين، وأنا واحد من عندهم يوميا يعني تواصل التدريبات البدنية اليومية لمدة ساعة أو ساعة ونص، لأنه خاطر تحافظ على اللياقة، يكون استرجاعها بشكل أسهل مما أن تقعد قاعدة تامة وتبتعد عن التدريبات وتبتعد عن الأمور. قسم من الأندية حاليا يتمرنون بمجاميع صغيرة وقليلة، اكيد هذا التاثير يراد له وقت خاطر تسترجع النشاط الرياضي، لان بعد ارتجاع النشاط الصحي هناك كثير من المفاصل يجب ان تسترجع، خاطر تكون الرياضه كمفصل مهم ان يسترجع عافيته بالشكل السريع ان شاء الله. طيب كابتن، يعني حقيقه وصلتني اليوم يعني احد المتابعين داز لي سؤال لحضرتك 12 مره مكرره، يقول ولو أخرج من الموضوع نطاق الحلقة، لكن يقول أي سؤال من الكابتن حسين سعيد، من هو اللاعب اللي يشوف نفسه به من لاعبي اليوم؟ والله يعني اللاعبين احنا كنا يعني إن شاء الله يعني مهند يكون من اللاعبين الجيدين والورقة الرابحة في منتخبنا في تصفيات كأس العالم، يعني احنا لا نزال متصدرين المجموعه مالتنا، وان شاء الله يعني هو يكون هداف الفريق والورقه الرابعه عندنا، خصوصا هو حاليا بدا ان يحترف باوروبا، نامل ان تنضج قدراته وتنضج قابليته خاطر يكون من اللاعبين اللي سوف يثرون في نتائج تصفيات كاس العالم القادمه ان شاء الله. طيب كابتن، كلمة أخيرة توجهها للجمهور بمناسبة الحظر المفروض على حركة الأشخاص داخل المدن وخارج المدن بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة وأنت نجم كبير ولك متابعين واليوم الجمهور كله يباوع عليكم وينتظر منكم كلمة بهذه المناسبة. نعم كابتن، يعني المهم هو أول شيء الطريقة الوحيدة للنجاة هي البقاء في المنازل، يعني الوقاية المهمة جدا أن نبقى في المنازل وعدم الاختلاط مهما تكون درجة القرابة، أيضا يجب أن النظافة والتعقيم في المنازل
وايضا الالتزام بتوجيهات الدوله من خلال الشروط الصحيه وايضا الجوانب الامنيه اللي تطلقها الدوله وخليه الازمه يجب ان يعني نلتزم بها، وايضا اهم شيء ان نعين العوائل المتعففه بقوت حياتها اليوميه. ايضا الجانب الكبير ان نلتجئ الى الله وندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت خاطر يعني يرفع الوباء والبلاء عن العراق وعن البشريه جماعه. كابتن حسين سعيد، انا جدا ممنون من عندك واشكرك على انضمامك ويانا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك مره اخرى كابتن، ممنون منك.